في موقع معمودية السيد المسيح المغطس، احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي في الأردن وفلسطين بيوم الحج السنوي، حيث أحيت الكنائس القبطية والسريانية والأرمنية الاحتفال بصلاة أقيمت على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية. المزيد في التقرير التالي. احتفلت الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي بيوم الحج السنوي إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس، حيث أحيت الكنائس القبطية والسريانية الأرثوذكسية الاحتفال بصلاة أقيمت على ضفاف نهر الأردن الشرقية والغربية. هناك على شاطئ الأردن وقف يوحنا ويبشر ويعمل والناس جدلوا من كل مكان والناس جدلوا من كل مكان. فعلى الضفة الغربية ترأس الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس الصلاة مع أبناء الرعية، يقابلهم على ضفة الأردن الشرقية أبناء الرعية القبطية مجتمعين للصلاة التي ترأسها القمص أنطونيوس صبحي بحضور الشمامسة وجمع من المؤمنين مرتلين بأناشيد وألحان من وحي المناسبة. وتحدث الأب أنطونيوس لجموع المؤمنين حول المعنى الروحي لمعمودية السيد المسيح وكيف نصبح من خلالها أبناء لله، كما أشاد بالدور الهاشمي والقيادة الأردنية لتسهيل أمور الحجاج وإتمام الاحتفال الديني. عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى اللي بنحتفل بيها زي عيد الميلاد المجيد، ويسعدني كمان أنه أهني كل الكنائس المسيحية سواء اللي بتعيد بالتقويم الشرقي أو اللي عيدت بالتقويم الغربي قبلنا بأسبوع. إحنا كلنا كنيسة واحدة، وأنتهز الفرصة هاي من عبر نورسات القناة الفضائية التي ترفع شأن الكنيسة إلى مراتب أعلى وأعلى. بحب أوجه تهنئة قلبية لجلالة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله السني بن الحسين حفظه الله بمناسبة عيد ميلاده، وإحنا بنصلي ليل ونهار إن ربنا يبارك في حياته ويسدد خواه يسدد خطاه بالتوفيق دائما من أجل أن ينعم الرب باستمرارية الأمن والأمان اللي كل من وطئت قدماه أرض الأردن شاعر فيها. أعتقد أن كاميرات نورسات بالذات تستطيع أن تعبر بدون أحاديث شخصية، تعبر من خلال الفرحة المعتلية وجوه المؤمنين بمختلف رعاياهم. معانا كمان من المبهج والمفرح معانا إخوة وأخوات مسلمين جايين يشاركوا الفرحة. بنتهز الفرصة وأقدم شكر خاص وجزيل لرجال الأمن ورجال الأمن العسكري والجيش والقوات، يعني صار لهم شهر عم بيرتبونا هذا الترتيب. ولما حكيت قبل شوي أنهم يسهرون على تعبنا ونحن ننام ونرتاح، هذه بالفعل هم متواجدون تحت وطأة ظروف الطقس السيء اليوم في عمان، متواجدون من السادسة صباحا في انتظارنا. هنا فعلا بهجة كبيرة، وزي ما حكى أبونا أنطونيوس قبل شوي أنه كل شيء مترتب وتمام، وإحنا بنلاقي نفسنا هنا فعلا في قمة الفرحة والسعادة وبنشعر بالبركة في المكان الحلو اللي احنا فيه.
كما احتفل أبناء الكنيسة السريانية بصلاة عيد الإغطاس. فعلى الجهة الغربية ترأس سيادة المطران مارساويريوس ملكي مراد النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأردن والأراضي المقدسة الصلاة بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة ومشاركة جموع من المؤمنين. وعلى الجهة الشرقية ترأس قدس الأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة السريانية في الأردن الصلاة وخدمة تقديس الماء بحضور جموع أبناء الرعية. وفي الختام ألقى الأب شمعون كلمة روحية حول عيد الإغطاس الذي ظهر فيه الثالوث الأقدس مجتمعا في أرض الأردن متمنيا الأمن والسلام للأردن وللعالم أجمع. حقيقة اليوم يوم فرح، نلاحظ الجموع كلها أتت لكي تأخذ هذه البركة، فنقدم شكرنا للرب أولا الذي نزل إلى أخفض منطقة في الأرض إلى نهر الأردن لكي ما يصعدنا إلى السماء، لكي ما يعطينا هذه البركات الروحية ويبارك بعماده عمادنا. نشكره ونقدم أيضا التهاني القلبية لصاحب القداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم ولصاحب النيافة وكافة الكليروس والشعب المسيحي قاطبة. ولا ننسى أن نشكر فضائية نورسات الأردن التي دائما تغطي احتفالاتنا المباركة. بارككم الرب وأعانكم وأعطاكم حياة مباركة، وأيضا كلنا اليوم أتينا ببركة ورعاية صاحب الجلالة المعظم الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يسهر دائما من أجل خدمة أبنائه الأردنيين مسلمين كانوا أو مسيحيين. نقدم له كل الشكر، ونتمنى أيضا لجلالته والحكومة الأردنية الرشيدة وكافة القائمين على أمن واستقرار هذا البلد، نتمنى لهم الصحة والعافية الدائمة، وكل عام وأنتم بألف خير. يسعدنا بهذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة القوات المسلحة ورجال الأمن العام اللي قاموا بتأمين كافة الأمور الأمنية، النواحي الأمنية، وداروا بالهم على جميع المشاركين بهذا الاحتفال، وكان احتفال مميز هذا العام. يسعدني أن أتقدم بالمباركة لقداسة سيدنا البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم، ونتمنى على قداسته أن يشاركنا هذا الاحتفال في العام القادم إن شاء الله. ونشكر فضائية نورسات اللي دائما تتواجد في كل المناسبات وتقوم بواجبها تجاه جميع الطوائف المسيحية. كما احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في موقع معمودية السيد المسيح المختص بمناسبة عيد الظهور الإلهي، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة ماركو الرابيت ترأسه الأرشمندريت إفيديس إبرجيان النائب البطريركي للأرمن الأرثوذكس في الأردن بمعاونة عدد من الشمامسة وحضور جموع أبناء الرعية. وفي ختام القداس توجه المؤمنون إلى ضفة النهر ليشاركوا أبناء الرعية المحتفلين على الضفة الغربية، ويترأسهم غبطة البطريرك نورهان مونجيان بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين.
وفي لقاء خاص لنورسات الأردن مع الإرشمندريت إفيديس إبرجيان أشهد فيه بعظمة وقدسية هذا المكان الذي تعمد فيه السيد المسيح، كما أثنى على جهود القيادة الهاشمية باهتمامهم الكبير بهذا المكان المبارك. أهمية المقدس لأنه ضروري كتير، لأنه هو رمز للسلام، هو رمز المحبة، وهو رمز أنه بيجمع كل الناس مع بعض وبيعطي روح المحبة وروح السلام. بوجود الغبطة البطريرك الأرمن بالقدس وبالعمان، هو إجا احتفل معنا مع بعض من طرف التاني الغربية، واحتفل عيد المقدس بالنهر الأردن، ونحن الأرمن بالعمان جينا ونحتفلنا مع بعض. كاهن أفيديس هو لأول مرة بعد تعيينه رسميا بيحتفل بعيد الظهور الإلهي في هذا الموقع المبارك، والعدد الموجود عدد الحضور مش بطال. كجالية أرمنية احنا جالية طبعا صغيرة جدا، وانا ابن الكنيسة، ودعوة لكل المسيحيين والأرمن بالعالم يجوا لهذا الموقع المبارك، يتباركوا من مياهه اللي تباركت بتعمين السيد المسيح، زي ما كل الكنائس الحديثة اللي انشئت بالموقع هي اصلا رسالة لجذب المسيحيين من كل العالم لهذا الموقع المبارك.